والمؤسسات الجامعية والتي تم معاينتها مؤخرا بما يضمن توفير أحسن الظروف لعودة أبنائنا التلاميذ والطلبة لمقاعد الدراسة. بقية أخبارنا في عناوين: في نابل غلق مقهى ومطعم بعد ثبوت إصابة عامل فيروس كورونا فيه. رئيس بلدية المستيري طالب ضرورة دعم الإمكانيات البشرية في السبيطار الجامعي فاطمة بورقيبة مع توفير التجهيزات ومستلزمات الحماية اللازمة للإطارات الطبية وشبه الطبية في الجهة. حجز كتب ذات قيمة تاريخية تخص الديانة اليهودية وقت مداهمة دار في جهة أريانا. في بنزرت إيواس 58 جزائري في دار الشباب 15 أكتوبر بعد ما تم إنقاذهم في سواحل جزيرة جالطا وقت محاولتهم الحرقة. السلطات الفرنسية تعلن على تسجيل 13498 إصابة جديدة فيروس كورونا في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بكوفيد 19. أخبارنا متواصلة 24 ساعة 24. أكثر تفاصيل تلقاهم على EFM.in. تنجموا تتابعوا أخبارنا وبرامجنا على EFM TV على اليوتيوب. اليوم قالت لي زين الزين، اليوم قالت لي زين الزين، اليوم قالت لي زين الزين. الليلة نتلاقوا، الليلة نتلاقوا، الليلة نتلاقوا في العين، الليلة نتلاقوا في العين. زينة تلاقينا وبجنب العين التكينا، في ليلة زينة تلاقينا وبجنب العين التكينا، شربنا وغنينا والزينة حيرني صوتها لحنين، شربنا وغنينا والزينة حيرني صوتها لحنين، والعين في العين، العين في العين، العين في العين. اليوم قالت لي زين الزين، اليوم قالت لي زين الزين، اليوم قالت لي زين الزين. الليلة نتلاقوا، الليلة نتلاقوا، الليلة نتلاقوا في العين، الليلة نتلاقوا في العين. يا محلى ليلة ملقانا والمية تجري بحدانا، يا محلى ليلة ملقانا والمية تجري بحدانا، قالت لي شريبة عطشانة اسقيني يا نور العين، قالت لي شريبة عطشانة اسقيني يا نور العين. العين في العين، العين في العين، العين في العين. اليوم قالت لي زين الزين، اليوم قالت لي زين الزين، اليوم قالت لي زين الزين. الليلة نتلاقوا،
نتلاقوا الليلة نتلاقوا في العين الليلة نتلاقوا في العين. على إي إف إم أحلى راديو 8:07 على إي إف إم أحلى راديو. رجعنا لكم من جديد، رحلتنا ما زالت متواصلة في الماتينال الويكاند حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية يكون موعدكم مع صديقنا أمير في سار ويكاند أخبار المشاهير، نعملوا ريكاب ودور على أخبار الساحة الفنية في تونس. أما قبل موعدكم مع ريكاب دولا سومان في أخبار الساحة السياسية. باش نرجعوا على أهم الأحداث والمستجدات اللي شهدتها البلاد والعالم طيلة الأسبوع هذايا، والبداية باش تكون بأهم الأخبار السياسية. الأخبار الأولاني يهم الحزب الدستوري الحر اللي قام بمسيرة البارح في شارع بيبورقيبة للتنديد بالإرهاب. وبالمناسبة هذايا قالت رئيس الحزب عبير موسي أنها قاعدة تتعرض هي وأعضاء حزبها لتضييقات قضائية بسبب فضحهم لمعطيات خاصة بملف الفساد حسب تعبيرها. وقالت موسي أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بدأ في بحث جنائي ضدها، وقالت زادة أنها جمعت هي وأعضاء حزبها ملف متكامل فيه برشا أدلة وفيه شهادات قائمة تتهم وتورط ما تسميه هي وحسب تعبيرها بيانسور الإخوان في تهريب قيادات إرهابية وتسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر حسب ما صرحت بها. احنا طالبين من الدولة التونسية تتحمل مسؤوليتها. اليوم الإرهاب عنده دائمين في مجلس النواب، اليوم الإرهاب عنده دائمين من جهة أخرى تتواصل التصريحات والمواقف المتعلقة بقيس سعيد، والمرة ذي من طرف الناطق الرسمي باسم حزب العمال خلال حضوره في برنامج 90 دقيقة، وين أكد وقال أنه من حق الشعب التونسي إسقاط نظام الحكم اللي تمشي به البلاد توا بما فيه البرلمان ورئاسة الحكومة. وقال حمل همامي أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد وما قدم حتى شيء للبلاد وما عمل شيء مدة عام كامل منذ توليه رئاسة الجمهورية. الهمامي زاد كان ليه موقف من الحملة الانتخابية اللي تعديت، وقال انه سعيد هو اول رئيس يطلع في العالم ما عندوش برنامج وما عندوش برامج انتخابيه. رئيس الجمهوريه عنده عام مش عمل عمل حاجه، كان عمل حاجه قولوا لي خيش منش عايش في تونس. انا رئيس الجمهوريه ما عمل حتى شيء. وعد بحاجه هو؟ شو موعد؟ اي هو وعد بحاجه وما عملهاش. هو ما هذاك كان مو هذاك اول رئيس يطلع في العالم ما عندوش برنامج وما عندوش وعود. وطلعكم وطلع كينسا ما طلعوهوش على البرامج. هذه هي هذه مشكلتنا نحن التوانسي زمنا نعاوا بها، ولهنا مسؤولية الشعب التونسي. خلينا نكون واضحة معاك، مسؤولية 60% اللي ما مشاوش انتخبوا، مسؤولية هذا في البرلمان اللي مشى انتخب بالمقارونة واللي باع صوته واللي بالفلوس واللي تحت تأثير تأثير نتاع نجم نقول لك مثلا نتاع عدم وعي معناها سياسي. هذا موجود. وبالنسبة لرئيس الجمهورية أعطيني أنا مثال في العالم رئيس جل الناس قال لي ما عنديش برنامج وما نوعدكم حتى بشيء. هذا ناتج على شنو؟ ناتج على الأزمة العميقة اللي قاعدين عايشينها في تونس واللي قاعدة تدز في البلاد أكثر فأكثر نحو الهوية. نقعد ديما في أخبارنا الوطنية، ونستقبل البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري اللي قال ذي اهتم أساسا بقطاع الصحافة والإعلام، وين قال سعيد أنه يهتم بالقطاع ذي ماضيا وحاضرا وبتطور الأطر القانونية في المجال ذي، وحكي زاد على أهمية الإعلاميين في المساهمة لكشف محاولات العبث بتونس وبمصالح الشعب التونسي. قيس سعيد زاد اهتم بالحديث على ضمان حرية التعبير وحرية التفكير وضمان حقوق الصحفيين وإبراز دورهم التاريخي في المرحلة الحساسة اللي تمر بها بلادنا. وأكد رئيس الدولة أنه رئيس الجمهورية ما هيش باش تسمح بمرور أي مشروع قانوني يكون مخالف لأحكام الدستور لضمان حرية الرأي والتعبير. أنه فضاء الإعلام يكون فضاء حقيقي، فضاء للنقاش، فضاء للديمقراطية، فضاء للحوار الجدي. أيضا كانت فرصة أنه وعبر رئيس الجمهورية عن دعمه لهذه المبادرة، عبر عن دعمه
لمجلس الصحافة وأيضا عن دعمه للصحافة الحرة وللصحافة الجيدة، وأيضا تحدثنا على مشاريع القوانين التي تعد من هنا وهناك. وأكد رئيس الجمهورية أنه لا مجال يعني أن رئاسة الجمهورية لن تسمح بمرور أي مشروع قانون يعني يكون مخالف لأحكام الدستور ومخالف للمكاسب التي جاء بها الدستور في ضمان حرية الرأي والتعبير والتفكير. نقعد في أخبار تونس والسياسة، وين قدم رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف اعتذار في العلن لنواب كتلة قلب تونس على كل الانتقادات اللي وجهها هو وحزبه لهم واللي وصلت لدرجة السب وشتم في الحملة الانتخابية اللي فاتت. واعترف مع مخلوف وقال انه غلط في مواقفه السابقه بخصوص قلب تونس، وقال انه مبهر ومتفاجئ بالانضباط اللي شافوه في النواب المعنيين، وقال زاد انه كتله قلب تونس غير اقصائيه وما تحملش عقد ايديولوجيه على عكس الكتل الاخرى. انا والله العظيمة اذا باش نعتذر نعتذر للناس هذوك، بدايه من رئيسه النائبه الاولى الاستاذه سميره الشواشي اللي انا نعتبرها اكتشاف ونعتبرها معناها يعني فخر للمراه التونسيه بالحق راهو، وهذا تقريبا باجماع المجلس الكل، وقار كبير وتربيه وثقافه ومستوى يشرف تونس كامله. وباقي الناس اللي بالحق قلنا فيهم برشا كلام واتضح انهم توانسه ويحبوا يخدموا، مش قصائيين نظاف بالحق. تعتذر منهم قلب تونس ونواب قلب تونس وقيادات قلب تونس ونبيل القروي، تعتذر منهم اذا غلطنا يوسف الشاهد. فنحن من باب الشهامه قل له نتحداكم جيبوا خويا، انا طلعت وعملت طلع على الملف ملف جيبائي جاب له كونتابيليتي نتاع 16 سنه هاوك عينه خبير وخليها غادي. نبيل القروي بريء من تهمه الفساد، مانيش مبرئ فيه، القضاء هو اللي برئه، لكن لحد اللحظه بريء الى ان تثبت ادانته. ونقول لك حاجه اخرى، راهو يوسف الشاهد عمل كل شيء باش يقصي نبيل القروي وسليم الرياح اللي هو عنده ملف حلوله عام 2012، انا اكتشفت هذا من بعد راهو. دونك هذايا اللي حكاية سيف الدين مخلوف في علاقة بقلب تونس خلينا نقولوا التحالف ما بين الحزبين. دونك يعتذر سيف الدين مخلوف من قلب تونس ويقول اللي يوسف الشاهد هو اللي غلطهم في علاقة بالاتهامات اللي توجهت لحزب قلب تونس ونبيل القروي تحديدا. كان هذا شنو عندنا اليوم في ريكاب دو لا سيمين، بعد شوي يكون موعدكم مع لو دوسي، نحكيوا على وزارة الشؤون الدينية اللي هبط بلاغ يهم المصلين فيه إجراءات جديدة باش يتم الالتزام بها في المساجد التونسية. نحكي على الإجراءات هذه، يكون معنا في التليفون لأكثر تفاصيل السيد نوف الإجراءات مدير الإدارة العامة للمحافظة على القرآن الكريم بعد شوية في الدوسية مقبل فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش. راديو ترجع لكم في السيزون 3 بأخبار جديدة في كل ما يهم عالم السيارات كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح. نجاوبوكم على أسئلتكم، كان عندكم مشكلة في الميكانيك ولا تحب تشري كهرباء وتحب شكون يمسحك، يكفي باش تطلبنا على 71 194 194 وانزل على الرقم 3 وسجل أسئلتك. ميلا نوتخو رانديفو كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف على EFM أحلى راديو. أحلى ضحكة. تفاخي مدى؟ لا ما عجبنيش. أولا بارك الله غاو طول غاو طولو وهي هاي طولها. سامحني كيفية أنا نعطيك زوزك تبدأ ماشيين كل واحدة تتيحولي في قمة ولا في حفرة نقعد وإحنا نحب راجل بنتي كي بنتي قدك راجل هكا تتسند عليه مش واحد تفركس فيه داكوردو. ماتينا الويكاند كل سبت واحد من 7 لل 10 متاع الصباح مع رامي الفراتي على EFM أحلى راديو.
تبقي على خير وبالسلامة. عشرين دقيقة عليا في محل راديو، رجعنا لكم من جديد. من رحلتنا ما زالت متواصلة حتى للتسعة متاع الصباح. انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند اليوم لحد 20 سبتمبر 2020. توا موعدنا توت سويت مع لو دوسيه. اليوم في موضوعنا في لودوسي نفتح موضوع الجوامع بين وزارة الشؤون الدينية. هبطت بلاغ يهم المصلين في إجراءات جديدة باش يتم الالتزام بها في المساجد التونسية. تلقاو البلاغ هذايا على الباج أوفيسيال فيسبوك متاع وزارة الشؤون الدينية تونس، وين هذايا الإجراءات هذايا جات تبعاً لتطور الوضع الوبائي في البلاد وتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا خلال اليومين الأخيرين في صفوف عدد من الإطارات المسجدية. دونك معنا لأكثر تفاصيل في علاقة بالموضوع ذي السيد نوفل جراد، مدير الإدارة العامة للمحافظة على القرآن الكريم. صباح الخير سي نوفل. صباح الخير، نهاركم سعيد نسكل. عايشك سي نوفل، نشكرك برشا على قبول التدخل معنا على يفام في الماتينال الويكاند في الوقت هذايا. دونك كيما كنا نحكيو سي نوفل، نحكيو على اجراءات جديده سورتو بعد الاصابات في علاقه بالعباد اللي تصلي ولا من الاطارات المسجديه في الجوامع التونسيه. اهم الاجراءات هذايا قبل كل شيء سي نوفل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة. هي الإجراءات تتعلق بالموضوع اللي فتحته سيادتك، انه بعض الإطارات عدد قليل جدا أصيب بهذه العدوى، فبطبيعة الحال يأخذ الاحتياطات، معناها يتم تعليق النشاط في الجامعة إلى حين التأكد من الإصابة الحقيقية ثم العودة معناها بطريقة عادية. هذا يدخل في إطار معناها ربما العمل نتاع المجتمع كله، إنه الاحتياط هذا ضروري خاصة بالنسبة للمؤسسات اللي تؤم الناس
ومعناه يشتركوا في فضاء معين، فبالتالي لابد أن أكدنا على السادة المصلين معناه التوصيات متاع الوقاية اللي هي معناها التباعد من الصلاة، الكمامة، البغيات، سجد وحده، صحيح. عدم المصافحة كي يخرج ولا كي يدخل، معناها الأشياء هذه هي اللي تخلينا نتعايش مع الفيروس إلى حد ما. فكان باش يتم التجاوز معناها باش تصير العدوى لا سمح الله، ولذا كنا مطالبين الكل المجتمع الكل مطالبوا انه يحقق القدر الادنى من شروط التوقي من العدوى بهذا الفيروس اللعين. بيان سور، ما هو مهم جدا. اما سينوف اللي هنا نحكيوا على اصابات في علاقه بالاطارات المسجديه في الجوامع التونسيه، ما نعرفش عندك العدد نتاع قداش مصابين، شنو معناها اطارات مسجديه؟ نحكيوا على امام وعباد في المسجد، كيف بالضبط؟ لا حقيقه عدد قليل جدا، ما يتحسبش معناها. انا اطارات ما فوق ال 20,000 معناها. عدد قليل جدا في الجامع هذاك بالذات، بس واحد بالتالي تعلق الصلاه الى حين التاكد، يعني ماهوش عمليه نتاع معناها غلق او لا لا. انا في عدد قليل جدا، انا ما عنديش العدد بالضبط، نجم يكونوا لاباس عليهم، ولكن الناس شكوا في الوضعيه، فبالتالي اخذ الاحتياطات انه يبعدوا هما الاطارات على الجامع. صحيح. باهي، لهنا نحكيو على كما قلنا على الاصابات هذيا، ولو هي عدد قليل، في حاله انه تكثر الاصابات في صفوف المصلين ولا في صفوف الاطارات المسجديه، فما امكانيه انه الجوامع تعاود تسكر سي نوفر، ولا مش مطروح الموضوع هذا؟ بطبيعه الحال هو اذا كان احنا مثلا تعلق الصلاه يتم تعقيم الجامع، يتم تعقيم الجامع واخذ الاحتياطات اللازمه، لكن هي كامكانيه موجوده في البلاصه كل. ما صحيح يلم أي صحيح، لأن نحكي على قرار عام يشمل جميع الجوامع التونسية. أقول لك على شيء لسبب بسيط ولكن غاية في الأهمية، ومن حتى من حيث الوجوب الشرعي، المحافظة على النفس الإنسانية أمر واجب، صحيح. فبالتالي النفس البشرية فوق كل اعتبار. هذا من الناحية الدينية، معناها احنا عندنا تو واحد مريض نقول له برسيمة، الطبيب يقول راه مريض ما يتحملش الصيام بيصيروا تعكرات، فالفقير يقول له افطر على روحك، والطبيب هو اللي قال لك افطر. لان تتعلق بوجود الانسان، وجود الانسان غالي برشا، ولذلك علاش نقولوا نحن راه مش في الجامعه بركه بالبلايص كل. واضح واضح سي. اذا اعتبرنا، سامحني، اي بيان سور، ان هذا الهم هم مشترك. اما كان نمشي نقعد في القهوه وفي الحمام وفي الكار وفي الواحد يبداو في سحاب، يجيو في الجامع، اسمعني، لابد ان الحق والتباعد، فهمتي، 700 مش هكا معناها، راهو في كل بلاصه. لازم كل بلاصه نحافظوا على ارواحنا الناس الكل. اي، والاجراءات هذيا زاده اللي شفناها احنا في البلاغ نتاع وزاره الشؤون الدينيه تتماشى مع كل بلاصه، راهو زاده العباد لازم تفهم، مش خاطر في الجامعه ولا هبطت الوزاره هكاك، دونك لازمنا في اي بلاصه نمشيو لها نمشيو بالحاجه هذيا ان شاء الله باللطف. سي نوفل الجراد، نشكرك برشا على التدخل. بلي موضوع اخر سي نوفل، سامحنا مش ما نطولوش عليك، فما مشكل زاده قاعد يتحكي عليه بخلاف الموضوع هذايا، هو نتاع الكتاتيب اللي هو جامع كتاب، باش العباد ما فهمتنيش، اللي فيهم يتحكي انه فما مدرسين غير قانونيين، شنو هي الاشكال بالضبط؟ فما مشكله في علاقه بالموضوع هذا؟ هو لا، هو شوف، في الحالات بالنسبه لنا احنا اللي المؤدب، اولا الكتاتيب ماهيش روضات قرانيه او مدارس قرانيه، هو كتاب مؤسسه تابعه للوزاره، وما يتحل الكتاب الا ما يبدو برش طبيعه الحال، والمؤدب اللي يقوم بالنشاط داخل الكتاب يكون يعني يتمتع بقرار اسند له، قرار ممضى مكتبه لوزير الشؤون الدينيه. فتلقى حالات صحيح وانه هو بالضغط وينتظروا وكذا، فبتلقى حالات معناها انه هو يحل. فاحنا هنا نمنعوه. ما عندكش قرار ولا كتاب لا يستجيب الى المواصفات، هذا كل حاله معناها يتم التفطر لها ويتم ايقافها. علما وان الوزاره قاعده تسوي في عديد الوضعيات، وفي الايام القادمه ان شاء الله بحول الله تسوي برشا وضعيات. واضح. بدات هي من 2018 و16 بصراحه و15 بدات تراكمات كثيره ومرتبطه بالامكانات الماليه خاصه. وزاره تحاول انها تلقى حلول للناس هذوما، لكن هم مطالبين بالانضباط، وخاصه
في الكورونا هذا. وأنه الأطفال وأنه التوقيت خاصة تغير أنه يعتمدك الدليل اللي عملته الوزارة مش بشي خرم راسه. فما دليل مرجعي للتربية بالكتاتيب. فهمتني؟ حتى اللي ما يلقاش نسخة احنا فما شكون لقينا ما لقينا ما عندوش نسخة تطلع من عند زميلك المؤدب وتكلم السيد الواعظ يطبع لك وتجيك نسخة جديدة من بعد ماهوش مشكل يعني. وسيناو في علاقه بالكتاتيب هذوما في علاقه بالبروتوكول الصحي نتاع العوده المدرسيه يتماشى نفس البروتوكول ولا فما حاجات خاصه في علاقه بهم؟ سيناوفل ظهر لي قص التليفون دونك سيناوفل جراد مش معانا. ذي الموضوع اللي كنا نحكيه فيه في علاقة بالبلاغ اللي هبطته وزارة الشؤون الدينية في علاقة بمصلين بسرعة باش نعود نذكركم باللي جاء والجرايات هذوما هما الحرص على الوضوء بالبيت، احضار السجادة الخاصة، ارتداء الكمامات الواقية والتباعد أثناء الصلاة والمداومة على تعقيم الأيادي وتجنب المصافحة. ذي أهم الإجراءات اللي جاءوا في بلاغ وزارة الشؤون الدينية. ونشكر برشا السيد نوفل جراد مدير الإدارة العامة للمحافظة على القرآن الكريم اللي أعطانا أكثر تفاصيل في علاقة بالإجراءات إذية. تو 8:30 دونك موعدكم مع FM Express مع الأخبار مع صديقتنا فايزة، بعد شوية يكون موعدكم مع أخبار الرياضة مع صديقنا قيس بنينة، وحنا راجعين لكم في الماتينال الويكاند. FM Express. مرحبا. تسجيل 625 حالة إصابة جديدة بكورونا تاريخ 17 سبتمبر، وهكا بلغ العدد الجملي للحالات 9736 حالة حسب بلاغ لوزارة الصحة. وزير التربية يقول إنه قرار توقيف الدروس في حالة وجود إصابة فيروس كورونا تتخذ وزارة التربية وحدها. من جهته رئيس الحكومة هشام المشيشي يدعو وقت إشرافه على ندوة الولايات البارح للتسريع في تدارك النقائص المسجلة في المؤسسات التربوية والجامعية. في نابل غلق مقهى ومطعم بعد ثبوت إصابة عام بفيروس كورونا. رئيس بلدية المستيري طالب ضرورة دعم الإمكانيات البشرية في السبيطار الجامعي فاطومة بورقيبة. حجز كتب ذات قيمة تاريخية تخص الديانة اليهودية وقت مداهمة الدار في جهة أريانا. في بنزرتي 58 تزيري في دار الشباب 15 أكتوبر بعد ما تم إنقاذهم في سواحل جزيرة جلطة وقت محاولتهم الحرقة. والسلطات الفرنسية تعلن على تسجيل 13498 إصابة جديدة بفيروس كورونا في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بكوفيد 19. أخبار رجية بعد انصيف ساعة. سوبلاس تقدم لكم فلاش سبور. FM سبور مع قيس بنينة. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه FM سبور اليوم العشية دور مباراة السوبر التونسي في ملعب حمادي العقربي في رأس انطلاقة من 6 العشية باش تجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الرياضي الصفاقسي. البارح كانت صارت الندوة الصحفية الخاصة بالمباراة وكان حاضرين فيها مدرب المساعد في الترجي مجدي تراوي مع قائد الفريق خليل شمام ومسي اساس المدرب المساعد نيس بوجلبان ومع حارس السياسيس أيمن دحمان. نسمعوا مجدي تراوي شنو حكي على المباراة. الوقوف نتاع البطولة خمسة أشهر مش بسهل باش ترجع معناها وتتروح معناها سلطول الريتم نتاع معناها ريتم في ساقين اللاعبين في حاولنا لو ماكسيموم سلطول المدة دي ما تلقاش الوقت باش نجم تخدم معناها تاخذ جروب كامل وتخدم وتصلح برشا حاجات في البلان تكتيكي اللي كل نهارين فما مقابله نصلحوا برشا وقاعدين نخدموا معناها وقاعدين نحاولوا في السنه هذه نفوزوا بالالقاب الممكن الكل. وكما قلت لك هذا قدام اليوم الالقاب ناخذوا ماتش بار ماتش معناها هذا اليوم 90 دقيقه نجم تفوز بلقب دونك ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم واللي حضرنا الكل ان شاء الله يطبق في الميدان باش نجموا نتعداو النادي الصفاقسي ان شاء الله. من جهة أسطورة الترجي وقائد الفريق خليل الشمام أكد أنه تركيز الفريق كلي على مباراة اليوم وحكاية زاد على منافسه النادي الصفاقسي وأنه يتمنى أنه يهدي الانتصار والتتويج لجمهور الترجي الرياضي التونسي. كذا مقابلة واحدة عبارة دور نهائي دونك ما تنجمش تخمم في الماتشات الآخرين نمشيو بالمرحلة توا التركيز الكل على نهار الأحد إن شاء الله نتعدى
نبداو الماتش سلامات ومن بعد نجمو نخمو في بقيه الموسم ديال هذه الصفيقه. يمر فتره باهيه دونك واحد يقرا له الفحساب ما نساوش اللي نحن زاد معنا بطل الموسم دونك باش نعملوا لو ماكسيموم باش نعملوا اللازم ان شاء الله باش نحاولوا نفوزوا باللقب هذا اللي مهم لنا نحن ومهم للجماهير. في الجهة المقابلة نيس بوجلبين مساعد مدرب النادي الصفاقسي مساعد الجنرال فوز البنزرتي أكد على ضرورة التتويج باللقب هذا واللي يعتبر اللقب الأول في مسيرة النادي الرياضي الصفاقسي. احنا لعبنا الاربعة درجة كيف لعبنا الاربعة دونك كيف بعضنا كيف تاعها والافونتاج انه اتحاد من السيري مرتاحين نهار لحد لكن احنا نقول لك انه بالنسبه لنا باش نحطوا كل شيء على المباراه هذه نجموا نغيروا علاش لانه في مباراه الشابه عطينا برشا طونجو للاعبين ما لعبتش وظهروا اللي عندهم المستوى لينا احنا المهم الكاس هذه يعني مهمه جدا باش نحطوا كل طاقتنا باش نتحصلوا عليها. حارس المستقبل في السياسيس وفي المنتخب الوطني أيمن الدحمان أكد أن زوز فرق يعرفوا بعضهم مليح وتسمية ملعب رادس باسم الأسطورة المرحوم حماد العقربي يعتبر حافز ليهم ونسمعوا شنو قال. مباراة كبيرة زوز فريقين معناتها تعرف لي بوان فورم تاعهم كتاب مفتوح لكل فريق الفريق الاخر مباراة باش تلعب على جوسات صغيرة اللي باش يكون مركز داخل لحظة باش يكون حاضر ومعناتها نصور باش يفوز باللقب هذه ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله. ملاعبية معناتها اليوم تجي تلعب في نادي الصفاقسي ولا في الترجي لازمك تعرف كيفاش تجري الماتشات هذه معناتها مش بالسهل باش تلعب في الفرق الكبيرة خاطر تعرف معناتها كيما سي اس اس كيما اسبيرونس كيما ليتوال كيما الكلوب افريكان يلعبوا في الشامبيونز ليغ والكاف وبطولة وكاس تونس ساعات كوب دراب معناتها لازمك تكون حاضر لازمك معناتها تجري التعب نتاعك تجري الماتش لازم نكونوا حاضرين معناتها اللاعبين نتاع نادي الصفاقسي مش ناقصين الحاجة هذه السورس نتاع الموتيفاسيون اللي تخلين به ان شاء الله سي حماد الله يرحمه ونعود الله يرحمه ونعمه. بالنسبة لنا احنا المباراة معناتها في بلادنا مباراة في الملعب نتاعنا ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. نعطيكم التشكيلة المحتملة لزوز فرق البداية بالترجي الرياضي التونسي معاون الشعبان يختار بنسبة كبيرة باش تكون في التشكيلة معز بن شفية سامح دربالي ياسر الشتي خليل الشمام محمد علي اليعقوبي فوسني كوليبالي كوامي بونسو عبد الرؤوف بن غيث حمد الهوني بلال بن ساحة وطه ياسين الخنيسي. بالنسبة للسي اس اس فوز إلى بنزرتي ممكن ياسر تكون تشكيلته على النحو التالي أيمن دحمان محمد بن علي محمد علي جويني حمزة جلاسي هاني عميمو محمد علي ترابلسي كينج ساي سكري إبراهيم تانديا أيمن الحارزي أشرف الحباسي كينج ساي إدو. نذكركم أن المباراة تتلعب اليوم الستة متاع العشية بتحكيم من نعيم حسني باش تكون منقولة المباراة على القناة الوطنية الأولى وقناة الدوري والكأس القطري. نذكروا أن الترجي يسعى للظفر بالسوبر التونسي للمرة الخامسة على التوالي أربعة بعد الاستقلال وكأس قبل الاستقلال في حين يسعى النادي الصفاقسي للتتويج بلقب السوبر رقم واحد في تاريخه. يوسف المساكني قائد المنتخب وفريق التحيل القطري دخل معنا البارح في سبور ماكس مع زميلي أمين غلانزا وتحدث على حقيقة عودته للترجي ولعديد العروض الأخرى اللي كان وصلت له. نحكي على عرض نادي السيلية نسمع يوسف المساكني شنو قال بالضبط. الحمد لله لك هو جست انسان يكملوا الشامبيونز ليغ وفترابي واحد يعني 100% والله شو قلت لك ديما كل مركات نتذكر أنا في الحكاية دوما نزول عام في التحيل ما فهمش فهم شوية اتصالات أكيد وما الكيب تاعي رافض الحكاية دي وما بتعرف في الكورة في وقت نجم يصير كل شيء في الليلة وفي نجم كل شيء تراجي في البوست هذاك ما شاء الله فما تقوى بونجوها دونك ما تقوىش كنا نرجع أنا طاو في الوقت ذي تراجي بش نعطي لي إضافة كثير منهم فهمت قلت لك مقبل عارف في الكورة معناها كل شيء جيد ما تعرفش على حكمي طول ومو عم بزن عندي كونترا فتحيد فهمت وكان فما حاجة تجيب تبعاتها معناها ما نجمش أقول لك أنا كما عيطوا لي تونجية خاطر أنا مربوط كونترا فهمت بنسير لنبي دي ما مفتوحة التراجي بنسير والله إيش أقول لك رأي ماك معروف معناها إن شاء الله تصبر الاستيران. كما كنتم تسمعوا هذا يوسف المساكني تصريح كامل والحوار كامل تلقوه على صفحتنا EFM Sport وإلا على السيد ويب EFM.tn.
نمشيو للميركاتو. نادي سان بيدرو الايفواري اعلن البارح رسميا عن انتداب الظهير الشاب للملعب التونسي المنتخب الاواسط يوسف المدب الموهبة الشاب هذايا. وحسب الاعلان البيان للملعب الملعب التونسي على صفحته الرسميه في الفيسبوك اللي اكد انه اللاعب انت معناتها تم قرصنه اللاعب هذايا وتم انتدابه بطريقه غير قانونية. الملعب التونسي زاد كيف كيف عن البارح عن تجديد ثقة في حمزة حدة اللي يلعب في خطة متوسط ميدان الموسم إضافي. اللاعب السابق للاعب السنغالي عفوا للنادي البنزرتي يوسف مبينغي أكمل البارح إجراء تعاقده مع نادي الكوكب السعودي اللي درب فيه كمال إزعاي. نحكي هوند البارح كانت المواجهات في دور النصف النهائي لكأس تونس كرة اليد النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي المقابل فات بانتصار الترجي وترشحوا للدور النهائي بعد ما فاز على الإتوال في قاعة سوسة بالذات ب 29 مقابل 28. زاد كيف كيف جمعية الحمامات واجهت نادي سقيط الزيت. نادي سقيط الزيت ترشح للنهائي بعد ما فاز بنتيجة 28 مقابل 20. نذكر المباراة النهائية باش تدور نهار 26 سبتمبر القادم في قاعة ترادس. نختموا بالفولي والبارح كانت المباراة الجولة الرابعة من بطولة مرحلة التتويج مرحلة البلاي اوف في قاعة الأولمبية بسوسة. النجم الساحلي فاز 3 أشواط مقابل 0 على النادي الأولمبي الإقليمي. تفاصيلهم 25-19 25-12 25-23 وفي الزواوي الترجي الرياضي فاز 3 أشواط مقابل 0 على مستقبل المرسى. تفاصيلها 25-14 25-22 25-17 وفي قاعة عمار الدخلاوي في سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد خسرت 3 أجوات مقابل 2 ضد النادي السفيقسي. كانت هذه EFM سبور. أكثر تفاصيل تلقاهم على EFM.in وإلا على الباج متاعنا EFM سبور. كنت تسمع في فلاش سبور برعاية سوبلس. جديد للرجال سوبلس من انتي بيليكولير 100% ضد القشره.
نمشي ولا ما فهمتش انجلش وي اونلي توك انجلش. قلت نتعلم بك الكاسيت، عرفتوها الكاسيت اللي عطيوها مع الكتاب هذيك، هذيك علمتني. ديجا مشيت نبزنس الطفله الامريكانيه محلاها على البحر، وقفت تكيه وقفه مزيانه، غزرت لها في عينيها، ذبلت عينيا، قلت لها تاسكوان وير ار يو فروم تاسك تو اي ام فروم تونيزيا تاسك ثري فيل ان ذا بلانكس. صباحك احلى مع متنا الويكاند. ثمانية وخمسة واربعين دقيقة عليا في محل راديو تعديو توت سويت لستار ويكاند. سي أمير صباح خير. صباح خير رامي، شنو حوالك؟ شنو الأمور؟ الحمد لله. صباح كيف تعديت البارح؟ البارح برشا ماتير برشا فرجة، الهيدي زايم مسيطر، موجود في موزايك، موجود زادة في الحوار التونسي، دونك الأمور مريقلة مريقلة. حاسبني بالأخبار خويا، تتفرج هو اليوم جوري لابسين بالنوار قيس بنينة ماتريكس. سلموا عليه برشا حاضر معنا في البلاتو. نبداو بالخبر الأول اللي هو ولد الكانز، لو رابور ولد الكانز يدخل للتمثيل. سلسلة جديدة اسمها كالي، وهي إخراج كريم بن رحومة. ولد الكنز باش يمثل فيها دور بطولة، معاه أحمد الأندلسي، هادي الميجري وساندرا الشيحاوي. والسلسلة هذه باش تنطلق تصويرها بداية من 30 سبتمبر، وهي تحكي على عالم الراب والموسيقى والرقص والإجرام زادة اللي موجود في الأحياء الشعبية. وباش تكون السلسلة هذه من 10 حلقات من مساوها الأول. دونك يحكي على لي رابور، سيري تحكي على لي رابور. دونك ولد الكنز مش يخرج برشا من هذاك، هذا سبب اختياره مش الجانب التمثيلي ولا اختاروه في حاجة أخرى. باهي نتعداو للخبر الثاني اللي هو فيصل الحذيري ومحمد بن عمار والمشكلة الكبيرة اللي صايرة ما بيناتهم. التفاصيل عندك انت يا أمير. البارح فيصل الحذيري كان صرح وقال اللي محمد بن عمار تم الاستغناء عليه من طرف شركة الانتاج، ولم يذكر الأسباب، وكان صرح وقال قديه كان يخلص محمد بن عمار. نسمع من بعضنا. فلوس وفلوس، وبالنسبة للفلوس معناها حتى أنا حكيت شوية مع البرود وكل شيء، فلوسه موجودة في الميساج اللي بعثوه له، اللي قالوا له نهار الفلان فلاني باش تخلص راه وقعد لك مليون، وهو ديجا كان يخلص 50 دينار. فهمت معناها؟ ما عندوش حتى حاجة يحكي فيها. هو قبل هكا، هو قبل فما عبيد عندها مقام محترم وتخلص وجوها باهي، وهو يحب يمد وجه ويحب يعمل الحاجة تذوكم بالسيف داكوردو. بعد ذلك كان رد عليه محمد وهبت ستوري فيها تصويرة العقد متاعه، وكتب عليها هذا العقد في كل 4 حلقات 500 دينار، قالك نخلص في 50 دينار الحلقة، يا كذاب يا فاشل، ما قيت ما تحكي، دورتها كذب واضح، والقضاء بيننا واسمع هذا وإدارة أعمالي باش تكفل بالموضوع. هو انتوكا بخلاف إدارة أعمال ومحمد بن عمار، النيفو تاح برشا ما بين فيصل الحذيري ومحمد بن عمار. أنا بيدي تفرجت فيه الانترفيو البارح، وصل للمستوى قال الاخر تاحوا في المستنقع متاع تطيح القدر والتسميع الكلام والتكذيب اللي ما عنده حتى معنى. يعني ما فهمتش اللي يوصل لهنا. ومحمد بن عمار اللي يتعايش من الحاجة هذوما، من اللي بوليميك هذوما، ما فهمتش علاش فيصل الحذيري مشى معاه في المشكلة هذيا. ما بقى احنا نتابعوا المشكلة هذيا، ما زالت باش تتواصل، وانا متاكد المسلسل هذيا مازال باش يقعد معنا مديدة الايامات الجايه. احنا نتعداو توا البيا الزردي اللي كانت ضيفة زعيم زاد البارح وحكيت على علي الشابي. بيا زاد البارح كانت صرحت وعطات رايها في مشكلة علي الشابي وعائلته، وشنو قالت في خصوص عودة علي البرنامج. عندي ما قلك الحقيقة حاليا الساعة أول شيء نعمله نبعد على البرنامج اللي هو برنامج الساعة. الناس تحتاج المنشط صادق زيغو فات، ما عنده حتى عيب، خاصة هالعيوب هذه اللي أنت قاعد تصلح فيها للعبيد، واللي أنت تعطي في دروس لها للعبيد وتعلم فيهم حب العائلة وتعلم فيهم في مبادئ وقيم، وهذا الكل معناها أنت اليوم إذا كان أنا في بلست علي ننسحب نقدم أي برنامج إخ فني اللي هو دكر. أي كنا عنا عيوبنا، ما مش سهل مش تجي على كرسي وتقعد تعطي في دروس في الأخلاق والعائلة وقيمة العائلة. أي ننصحوا بشي بعد على برنامج أنا شخصيا ما قلت يحتاج رح يحتاج، قلت يحتاج شخص صادق، صادق جدا. هل علي غير صادق؟ قاعد نشوف فيها اللي قاعد نسمع فيه أي. ومن جهة أخرى سألت على مريم الدباغ ومحمد بن عمار، هاش قالت عليهم؟ زملائي وتشرف سيد بي. أنا قلت لك شكون نمنى كرسي في نفس البرنامج مع محمد بن عمار ولا مريم الدباغ؟
ما حتى حد فيهم ما دب لا كاين باش نتعاركوا برشا هذا ما نحبش العاركين ما نحب العارك لا ما نحبش العارك وانا هي علينا يا عاركه مثلا كان فما حاجه ما تعجبنيش باش نقول باش نعبر باش نعطي رايي واكاهو ماني تمانيش قاعده نسيح ونعيط وجريوا لي دونك هذايا اللي حكيتو بيزاردي على مريم الدبيغ واختارت مريم الدبيغ تو سامبلومون زاد قالت لي السبب الوحيد اللي خليت تختار مريم الدبيغ اللي هي مرأة ما هذايا الحاجة الوحيدة اللي تخليها تختارها على محمد بن عمار دونك هذايا اللي حكيتو بيزاردي اللي عطات رايها زاد في على شيبي ومشاكل على الشيبي احنا نتعديو توا للخبر الرابع نحكيو على سحر حامد ومشكلتها مع منير بن صالح وسحر حامد اللي خرجت رجعت تظهر في التلاف فز البارح حمد لله على سلامتك يا سحر السلام عليك برشا كانك في الاستماع البارح كان ضيفة فكرة سيمي فهري معي ديزعيم وكانت قالت بلي الأستاذ منيب بن صالح اتصل بها للاعتذار منها على التدوينة اللي هبطها في حقها اللي كان شكك فيها البركاج متاع سحر وهو وش قالت فرحت برشا كي طلب واعتذر مني فرحت برشا مش في بالي النية صافية أنا راه ملو يا أخي قال لي نطلب منك في آخر التليفون قال لي نطلب منك أنك تفسخ الفيديو معناها هذاك خاطر راهو فيه برشا كومنتارات تمسوا بيه معناها يا اخي انا طلبت منه كيما هو طلب مني قلت له سي منير لو كان انت تهبط اعتذار على صفحتك في الفيسبوك الاعتذار اللي تو اعتذرته مني رد لي اعتباري خاطر انا اعتب بالستاتيو اللي هبطها انت بالذات اعتباري مشى وكرامتي مشات وصدقي مشى حسيت بروحي كذابه قال لي تجمشي تفسخ الفيديو قلت له تهبط سي منير اعتذار اللي تو قل الكلام نفسه اللي قلته لي محلاه يهبل نعتذر منك وراني 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 مانيش باش نحضر لا في مرافعات لا في حتى شيء ومانيش جاي اصلا قلت له سي منير لو كان انت تهبط اعتذار رسمي قول نعتذر من سحر كيفاش انا شككت في ضربتها وفي وفي انا مفسخ الفيديوهات يا اخي هو قال لي انا ما نجمش نهبط ستاتيو لايامات هذيا على خاطر الناس كل معناها دايره علي قلت له حتى انا ما نجمش نفسخ حتى فيديو على خاطر هذا باش يمس من المصداقيه نتاعي دونك منير بن صالح يطالب بتفسيخ الفيديو اللي هبطتها سحر حامد اللي هي في أزمة نفسية كبيرة ومنير بن صالح اللي نجز على الموضوع وركب على المشكلة وركب على القضية وزاد كبر الحكاية وخلى حتى العبيد الكل جي كونتر يشخطو بالفازة متاع الواحد الفاز مش بيها منا ومنا ودرش نوا دونك إن شاء الله ربي يهدي نفوس الفايدة هو اعتذر مش مدى واضحين هذي أول حاجة وسحر حامد إن شاء الله يا ربي قضاء يخذلها حقا احنا نخرجوا من تونس نمشيو للعالمين نمشيو لأمريكا ونحكيو على كاني ويست كاني ويست كان هبط فيديو 3 من التالي على تويتر متاعو من الفيديو ما نجمش نعديوها الفيديو هذي كان كاني ويست ترمي فيها جيست لجرامي متاعو في حشاكم في التواليت بتراحة وكان كتب عليها ثقوا بي لن أتوقف الفيديو هذي عملت أكثر من 23 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على تويتر راوي والسبب هو استيء ومشاركة يونيفرسال انتاج بالمشكلة علاش باش نبسطوها المشكلة علاش نو مشكلته حسب كلمه هو اللي الشركة ذي يتغلوا فيه ويتغلوا في الفنانين في العقود متاعهم ياخذوا في فلوس أكثر من الفنانين أكثر برشا من الفنانين إخي هو هبط ستاتيو وقال فيها راني باش ناخذ حق الفنانين الكل وراني أنا هوني باش نقول لهم كل شكر في حلقة باش ما عادش يقدمونا خاطر احنا رانا توا حالتنا المادية تعبة شوي هذي اللي قالوا كان يمسوا اللي هي راهو باش نبداو واضحين زاد العباد اللي تسمع فينا باش تفهم كويس أجيل هي فما ثورة كبيرة وثورة كاملة على الجوائز شفتوا حكايه الجرامي من اللي بداها خواكين فينيكس عم ناول اللي تعرفوه في شخصيه الجوكير وقال لهم يزغلوا فينا ويزغلوا في سمينا ويحبوا يعركونا في بعضنا بجوائز ما عندها حتى معنى واحنا كنا ممثلين نسحقوا دونك الممثلين كل ماشيين معاهم مساقين وراء الكلام تاع خواكين فينيكس قلت الخدمه نتاعو ورا وبرشا فلوس برشا فلوس بالنسبه لي كنتي ولا بالنسبه للتوينس بارابور فنان تونسي فنان تونسي زعما كان يوست مش محسن الشريف معناها كمان كان يوست راه اللي مدخله في كاريره اللي عامله موسيقى راه حاجه سينار معناها بون ربي يهدي نفوسك كاني ويست صلي يعني بيك انت تسمع فينا كيب كالم كاني ويست نشكرك برشا صديقنا امير على الاخبار في ستار ويكاند نشكر زاده قيس بنينة شكون هو عزه شكون تحسين اللي قعدت معنا في الاستوديو نسلم عليه برشا صديقنا قيس بنينة ونسلم عليكم انتم زاده مستمعين نشكركم برشا على الاستماع كانت هذه حلقتنا لليوم رحلتنا لليوم اللي بديت معكم من 7 نتاع الصباح في الماتينال ويكاند ان شاء الله الموعد يتجدد في الاسبوع القادم كل سبت وكل
الاحد من 7 ل9 نتاع الصباح. نسلم عليكم انا رامي الفراتي، نسلم على صديقتنا اميمه اللي كانت معنا في الاعداد، عزه في الاخراج، وكنزه من ليكيب اف ام تي في. وصلكم تصويرتنا 24 ساعه ل 24 ساعه. ان شاء الله نتقابلوا الجمعه الجايه، كونوا في صحه طيبه ان شاء الله. ربي يدوم عشرتنا الناس الكل. احنا نخليكم مع الموسيقى، نخليكم مع الشيب خالد دي دي كما قلنا لكم كل سبت وكل حد. كونوا وفي لي اف ام احلى راديو. ان شاء الله موعدنا الجمعه الجايه. تريحنا تريحنا ولا حد قال عنا خبر يفرحنا ولا حد جاب منك كلمة. تريحنا تريحنا بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى علي جرى علي جرى. ريحة اللي بلادي ياوة ورد وياسمين يا بياوة ريحة اللي بلادي ياوة ورد وياسمين يا بياوة ريحة اللي كبادي يا خويا أغلى من العين ورد ورد وياسمين يا بياوة ريحة يا تونس.
ميتيو. صباح الخير على EFM أحلى غاديو. اليوم لحد 20 سبتمبر 2020 طقس اليوم تكون فيه سماء مغيمة وفيه زادة مطر. توا 9 متاع الصباح، المطر تبدأ تصب في الشمال الغربي وبنزرت أما بصفة متوسطة، مع درجات حرارة تتراوح بين 27 درجة في بيجا وسليانة، 29 في جندوبة، 25 في الكيف. بنزرت وين تسمعوا فينا على الفريكونس 107.3 سخانة تكون في مستوى 27 درجة، 29 في تونس العاصمة، وعلى سواحل الكل من نابل الحمامات حتى للمهدية اسماء تكون صافية ودرجة الحرارة تتراوح بين 27 و 28 درجة. في المناطق الداخلية الشمس تكون زرقاء، سماء صافية وسخانة بين 27 و 32 درجة، وأعلى مستوى متاع سخانة نسجلوه توا في توزر 33 درجة و 34 درجة في برج الخضرة. في الأخر نقولكم ردوا بالكم على رواحكم، أنا خليكم توا مع الأخبار ونرجع لكم بعد ساعة. مرحبا بكم على EFM. توا 9 في تونس والعشرة في كان. الأخبار مع فايز العرفاوي. تسجيل حالة وفاة ثانية بكورونا الأصيل الشيخ أصيل حي النور في القصرين حسب ما أكد المدير الجهوي للصحة عبد الغني شعبيني الإيفام. تم تسجيل وفاة لشخص مقيم بتسجيل ولاية القصرين بالمستشفى الجامعي حلول، وتبين أنه بعد رفع العينة أنه حامل لفيروس كورونا. تم يعني نتائج الاستفادة البارح، تم 12 عينة، عينة تضمن خرجوا من مخبر المرجع كلهم سلبيين، فيهم أشخاص مخالطين لأشخاص حاملين الفيروس. وتم تسجيل إصابة أخرى وهي مقيمة بمستشفى الجهوي بقرب، وهي أسيرة معتمدة فريانة من ولاية القصرين. انعقاد الاجتماع التشاوري لتنسيقية الكامور اللي دعا ليه الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد، وكان حاضر فيها عضو البرلمان صهيب الوذين اللي قال في تصريح الإذاعة التطاوين أنه قدم في الاجتماع هذا مقترح يتعلق بالتنمية والتشغيل في الجهة. أول مرة تقريبا السلطة كلها تحضر موجودة، تكون موجودة هنا، مدوا ديهم خلوا الانقسامات والاختلافات السياسية والإيديولوجية. تالي اللي اقترحته أنا اللي هو حاجة معقولة على الأقل، عندنا تقريبا 1500 موطن